مش معنى انك بتختار الفرشة الخشنة انك بتختار الفرشة الانسب ليك. زي ما كل واحد فينا ليه نوع بشرة معين بيعالجه بطريقة معينة، زي طبيعة الاسنان واللثة، نوع اللثة ودرجة حساسية الاسنان هما اللي بيحددوا الفرشة المناسبة ليك. في الاول خلينا نتفق ان الفرشة ثلاث انواع، الفرشة الهارد او الميديوم او السوفت. الفرشة الهارد بالنسبة لي لما بنيجي نستخدمها احنا بننظف فيها كويس جدا، بس انت كده عرضة ان يحصل نزيف للثة بطريقة اسرع. اما الفرشة السوفت او الناعمة احنا بنعرف نتعامل مع اللثة كويس جدا بس مش بننظف بطريقة كويسة. اما الميديوم وهي المتوسط بين الاثنين، ودي الشائعة واللي معظم الناس بتجيبها بدون ما بتختار او بتعرف الاول نوع اللثة او الاسنان. وبالتالي عشان تختار فرشة صح لازم تعرف طبيعة أسنانك. عشان تعرف طبيعة أسنانك لازم تحدد الأول نوع اللثة ونوع الأسنان. لو كانت أسنانك حساسة انت هتعرفها عن طريق ان في تآكل في الأسنان والمية الساعة بتلسع أسناننا او بتحس بأشعرها. اما لو كانت أسنانك او اللثة بتجيب نزيف بطريقة مستمرة، دي معناها ان اللثة كمان فيها مشكلة، وبالتالي النوعين دول بنقدر نستخدم لهم الفرشة الناعمة، هتكون افضل كتير من الفرشة الخشنة. اما لو كان عندي اللثة قوية او الاسنان قوية ما بتحسش بالمية الساعة كتير، ما فيهاش تآكل كتير، دي معناها ان الفرشة الخشنة هتكون افضل ليك. اما الفرشة الميديوم او المتوسطة دي احنا بنقدر نستخدمها في فترات معينة بحيث ان احنا ما بنجيبش التهابات للثة، وفي نفس الوقت بنعرف نحافظ على الاسنان وننظفها كويس جدا. طب يا دكتور هو في انواع تانية غير التلاتة دول؟ لا، هو مفيش انواع في السوق غير التلاتة دول، بس انا اقدر اتعامل او اغير نوع المرونة بتاعت الفرش دي في البيت عن طريق ان الفرشة الخشنة او الهارد لو انا عايز اطريها شوية انا ببللها شوية في مية او بغسلها قبل الاستخدام مباشرة، وبالتالي بزود من درجة المرونة بتاعتها. وبكده انت قدرت تحافظ على اسنانك واللثة بتاعتك عن طريق اختيار الفرشة المناسبة ليك. لو لسه عندك اي استفسار او كومنت سيبه على الفيديو ده وهنرد عليك. وما تنسوش سلامتك بتبدأ من سلامة اسنانك.